ازيكم؟ اسمي جوليان، أنا ناجية، أنا في مجموعة دعم لعلاج الشعور بالذنب، الذنب الناتج عن النجاة. بنتقابل مرة في الأسبوع علشان نتكلم مع بعض ونهون على بعض شوية. لما بدأت أجي هنا كنا لسه عددنا صغير، ودلوقتي العدد قريب من 20. قائد المجموعة الراجل اسمه أرنست، راجل لطيف وداعم لينا لأقصى الحدود. صعب جدا تصدق إنه ما تدربش على قيادة مجموعة دعم نفسي. الأسبوع ده إرنست طلب مننا إننا نكتب جواب نوضح فيه ليه بنعاني من عقدة ذنب تجاه نجاتنا. قال لنا إن مش لازم نقراهم أو نوريهم لحد، بس الجواب ده مهم علشان هيورينا الألم بتاعنا سببه إيه. علشان كده كتبت الجواب اللي هتقروه ده. أنا عندي عقدة ذنب تجاه نجاتي لأني ضحية الجلاد بتاعي. بصراحة الكلام ده غلط، وأنا مش المفروض أقول إني ضحية. إرنست بيقول إننا مش ضحايا، إحنا ناجين، ونجاتنا دي كانت لسبب، ومحدش يقدر يقول علينا ضحايا. لكن ساعات مش بحس إني ناجية، كان المفروض أنا اللي أموت. يمكن أنا مستحقش إني أكون هنا وسطهم، دي الحقيقة. أنا حاسة بالذنب عشان كارلا كانت تستاهل تعيش أكتر مني. عرفت كارلا كويس بسبب الوقت اللي قضيناه مربوطين مع بعض. السلاسل اللي كانت ربطانة كانت مقفولة كلها بقفل واحد، ايدينا مربوطة كويس مع بعض. احنا الاتنين ما كناش لابسين اي هدوم، ولما وصلت للغرفة بتاعت السجان كنت لسه ما تعرضتش لأي اذى. كارلا كانت مأذية بشكل كبير، كان في كدمات في كل مكان في جسمها، في دم ناشف في كل مكان، حتى من شعرها مخلوعة من فروة راسها بالقوة. عندها سنة أو اتنين مش موجودين. اليوم الأول ليا كنت خايفة ومرعوبة، كانت بتحاول تهديني، قالت لي على الحاجات اللي لازم أتوقعها هنا، قالت لي على السجان وعلى الطريقة اللي بيمشي بيها الأمور هنا. صوتها كان هادي بس موجوع، بس كنت سمعها كويس. كمان كنت سمع تنهدات الألم بتاعتها، وقالت لي هيطلب منك تعملي حاجات، الموضوع هيبدأ بسيط بعد كده هيبقى مؤلم، يا إما هيقلمك أنتي أو هتقلميني أنا، لازم تعملي اللي هيطلبه، لو عملتيه هيأكلنا، لو ما قدرتيش هيسيبنا نجوع. حاولت أفهم الجملة اللي هي قالتها لي دي، كنت خايفة وتايهة ومش فاهمة حاجة. قالت لي بنبرة توضيحية، دي المرة الوحيدة اللي هيقولك فيها ده، أنا أسفة علشان اللي هعمله فيكي. كانت عند وعدها، ما كررتش اعتذارها ده تاني. قالت لي إن عندها 3 أولاد، الكبير هيخلص المرحلة الإعدادية قريب جدا، كان عندها أسرة وحياة، أنا مجرد بنت في الجامعة، أهلي ميتين وماليش حبيب ولا أصحاب، محدش هيقلق عليا لو اختفيت. بس لما جه وقت تنفيذ أوامره مفيش أي حاجة من دي فرقت معاه. دايما كان بيلبس قناع تزلج لونه برتقاني فاتح، ما كانش بيتكلم معنا إطلاقا، كان بيمسك ورقة مكتوب عليها التعليمات اللي عاوزنا ننفذها. كان مريض نفسي، مريض نفسي بطريقة مقززة، من شكله وحركاته أقدر أقول إنه في الأربعينات من عمره، لون بشرته أبيض، غير كده ما أقدرش أعرف عنه أي حاجة. الأمر الأول اللي أدهولي كان إني أرجع على كارلا. كنت هنا بقالي 24 ساعة بس، كنت جعانة وتعبانة وخايفة، قلت له إني مش فاهمة هو عايزني أعمل كده ليه. هز الورقة بعصبية، كارلا أمرتني بصوت واطي إني أعمل اللي هو يطلبه، لو عملت كده هيأكلنا. كنت شايفة عيون كارلا كويس، كارلا عاشت أسوأ من كده بكتير. حاولت أرجع عليها من غير إيديا، كان الموضوع صعب، كنت بعيط وبترجاها يسيبنا نمشي. بعد 10 دقايق رمى علينا الورقة بعصبية وهز راسه بخيبة أمل. كارلا في اللحظة دي هجمت عليا، ما كنتش فاهمة إيه اللي هيحصل، عضتني في كتفي بعنف لدرجة إنها قربت تشيل اللحم من مكانه. صرخت وحاولت أبعد عنها، كانت ماسكة كتفي بسنانها بشكل وحشي، شكل الدم على وشها خلى الدنيا تلف بيا. بعد ثواني أغمى عليا، صحيت بعد شوية، كارلا كانت قاعدة قصادي بهدوء. لما لمحتها بعدت عنها بشكل تلقائي، السلاسل كانت ضيقة على إيدي وبتوجعني كل ما ببعد، الألم والحزن كان باين على وشها وهي بتقولي كان لازم تعملي اللي طلبه منك. سألتها بألم، ليه عملتي فيا كده؟ بهدوء مليان حزن جاوبتني، لأنك فشلتي، لو ما كنتش أذيتك ما كانش هيأكلني،
بس دلوقتي أنا أكلت وشبعت وإنتي لسه جعانة. بصيت على كتفي علشان أشوف الجرح، حتة من اللحم كانت طلع من مكانها والدم ناشف حواليها، الألم كان بينتشر في جسمي كله. كارلا بصت للأرض بخجل. السجان فتح الباب ودخل. اكتشفت بعدين إننا في أوضة في دور أخير في بيت قديم بتاع راجل عجوز السجان ده قتله. محدش بيفتقد كبار السن. البيت كان في مكان مهجور وأقرب جار لي على بعد 3 كيلو. جسمي ترعش والسجان بيبصلي من ورا القناع. قعد على كرسي قريب مننا، كان ماسك ورقة لكارلا مكتوب عليها لازم تبلعي البصاق بتاعها. بصت لي وهي بتحمسني علشان أعمل كده. هزت راسي بعنف، ما قدرتش أعمل كده. خبطت إيديها على الأرض والسلاسل طلعت صوت عالي وهي بتقول لي حاولت أعمل كده بس ريقي كان ناشف، ما أكلتش ولا شربت أي حاجة بقالي يوم أو أكتر. حاولت بأقصى طريقة قدرت عليها، بصقت في وشها وحاولت أنشن على شفايفها. بلعت اللي بصقته كأني ما عملتش حاجة خالص. السجان شكله ما كانش مبسوط قوي. طلع ورقة تانية من معاه مكتوب فيها اكسري ايدك، كان موجهها ناحيتي انا. بصيت له بصدمة وانا بسأله بعدم تصديق. كارلا ردت مكانه بصوت مليان يأس، اعملي كده، مش عاوزة اذيك تاني. بصيت على ايدي وانا مش عارفة المفروض اعمل ايه دلوقتي. ببصلها دلوقتي وانا بكتب الجواب. لحد النهاردة الكسور ما التحمتش بشكل صحيح. ايدي زي ما تكون شوية عظم مكسر جوه حاجة جلد، مش بقدر استعملها لحد دلوقتي. بفتكر لما حطيتها تحت السلسلة وبدأت اكسرها واضربها بعنف لحد ما اتكسرت تماما. صوت العظم وهو بيتكسر مش هيتمسح من ذاكرتي ابدا. كارلا كانت بتبصيلي بعينين كأنها بتقول انها شافت اسوأ من كده. كنت بعيط بسبب كسرة النفس وبسبب الوجع. السجان كان بيتفرج باستمتاع. رمى الورقة على الأرض لأني ببساطة عملت اللي هو طلبه مني. خرج من المكان لدقايق ورجع بطبقين فيهم أكل. كلنا كل اللي في الأطباق. نسيت وجعي من كتر الجوع اللي كنت حاسة بيه. كان بيتفرج علينا وإحنا بناكل، ما كنتش شايفة تعبيرات وشه من ورا القناع. بعد ما خلصنا أكل السجان سابنا ومشي. كان في دماغي فكرة بتختمر. أحسن حاجة بخصوص الإيد المكسورة إنك ممكن تخرجها من جوه القيد بتاعها فتبقى هي حرة. مكسورة مش بتتحرك بس حرة. الحلو في الموضوع هو حرية اليد التانية اللي مش مربوطة في حاجة دلوقتي رغم السلسلة المربوطة عليها. كارلا كانت بتتفرج عليا وأنا بخرج إيدي المكسورة من السلسلة الحديد. عينيها كانت بتنصحني أخد بالي ومعملش صوت. بصيت ناحية إيدي وتجاهلتها تماما. الحاجة السيئة في الموضوع ده إن إيدي لما تخرج مش هتدخل تاني. استخدمت إيدي السليمة في إني أدور على الأرض براحتي. كنت بدور على أي حاجة ممكن أستخدمها، عاوز أفك قيدي وأهرب. كارلا هزت دماغها وهي بتقول اللي بتعمليه ده مالوش أي قيمة. ساعات وساعات بدور على الأرض بإيدي السليمة، ملقتش حتى مسمار أو طوبة صغيرة، مفيش أي حاجة خالص. كنت بدور بصبر وجنون على أي حاجة. الليل جه وكارلا زهقت مني ونامت. وبعد شوية لقيت حاجة، لقيت فار لسه مولود. من غير ما فكر مسكته واتكسر في ايدي. هو كان لسه ضعيف وانا ما قدرتش كويس مدى قوتي. كان بيقاوم وعاوز يهرب رغم قصوره، لكن انا كنت مسكاه كويس. مش عارفة ازاي ممكن استخدم فار لسه مولود في اني اهرب من هنا. بصيت له فشفت في عينيه كانوا مليانين خوف. فجأة فهمت كل حاجة. فكرة مجنونة جاتلي، لو مش هقدر افتح القفل الكبير بمسمار فممكن ب... كارلا كانت نايمة. غمضت عينيا. الموضوع ما كانش سهل ولا بسيط. لسه حاسة لحد اللحظة اللي بكتب فيها الجواب ده بطعم دمه وطعم الفرو في بقي. قطعت راسه وفتحته بسناني. كنت عاوزة حاجة معينة من جوه. كسرت رقبته الأول، ما كنتش عاوزة أعذبه. دخلت إيدي جواه وبرفق بدأت أدور على اللي أنا عاوزاه. وشي كان مليان دم، إيدي غرقانة دم، بس ما كانش مهم. خلعت عمود الفقري بالراحة، هو ده اللي يهمني. أخدته ورميت الباقي بعيد بدون تفكير ولا رحمة. قضيت ساعة تقريبا بحاول أفتح القفل بالعمود الفقري بتاع الفار اللي لسه مولود. محتاج أفك القفل الكبير ده وساعتها السلسلة كلها هتتفك وهقدر أهرب من هنا. كنت حريصة قوي، مش عاوزة أكسر العظم اللي في إيدي. الحرية كانت بتقرب مني. مش عارفة
مش عارفة الموضوع خد وقت قد ايه، بس في النهاية سمعت صوت تكة القفل وهو بيتفتح. حسيت بالحماس فصرخت بنصر وفرحة. صرختي صحت كارلا، ما كنتش مهتمة، فكيت السلسلة من ايدي ورجلي بسرعة. كارلا بصت لي بفزع وهي بتصرخ، لا لا كفاية. بس انا تجاهلتها، انا كنت بقيت حرة خلاص، مش قادرة اقف على رجلي. الالم هيموتني، الجوع بينهش فيا، بس عايشة وحرة ومستعدة اخرج من هنا. صرختي مش بس صحت كارلا، سمعت صوت السجان بيفتح الباب. بصلي بهدوء للحظات، الخوف شل جسمي فيهم. كنت بستعد اقتله او احاربه، كنت بستعد اموت، كنت عاوزة اموت وانا بحاول، بس ما عنديش استعداد اموت مستسلمة. السجان بصلي من فوق لتحت ومن ورا القناع بتاعه، مشي ناحيتي ببطء وهدوء مخيف، مشي من جنبي وسبني ووطى على كارلا. كارلا اللي كانت بتعيط بهستيريا بصلي وهو موطي عليها وشاور لي بإيده ناحية الباب. سألته بصدمة وعدم تصديق، انت عاوز نمشي؟ هز راسه بالموافقة، شاور لي بإيده وبإيده التانية شاور على رقبة كارلا كأنه بيدبحها. فهمت معنى الإشارة، هيقتل كارلا. وقفت أفكر للحظات، الإنسانية قبل كل شيء. كارلا شخص لطيف وحاولت تساعدني أكتر من مرة، إزاي ههرب وأسيبها تموت؟ كارلا كانت مستسلمة، ما دفعتش عن نفسها، كانت بتعيط وهي بتبصلي. لما عيني جت في عينيها عرفت أنا لازم أتصرف إزاي. هربت، جريت من البيت الفظيع ده بدون تردد، ما بصتش ورايا ولو للحظة واحدة. كنت عريانة وخايفة وبتألم، كنت بصرخ علشان حد يساعدني. جريت مسافة كبيرة، ممكن تكون أكتر من كيلو. في النهاية لقيت بيت، والناس اللي فيه لما شافوا حالتي ساعدوني وطلبوا النجدة. الإسعاف اتحرك بيا بسرعة على المستشفى علشان يعالجوني الأول، وعيشت. مش ده اللي ربنا خلقنا علشانه، إننا نعيش مهما كانت الصعوبات؟ لحد دلوقتي كارلا بتطردني في أحلامي، في صحياني، وفي كل لحظة في حياتي. كان لازم هي اللي تهرب وتعيش، هي كانت الأقوى، هي اللي كان لها حياة. إرنست قال لي إني مش أنا اللي قتلت كارلا، السجان ده هو اللي قتلها. في الحقيقة هروبي هو اللي قتل كارلا. محتاج أخلص الجواب ده دلوقتي، هقراه قدام المجموعة بكرة. إرنست بيقول دايما إن العودة لمكان الحادثة حتى ولو في الذاكرة هتساعدنا كتير، بس أنا مش مقتنعة بده. مش عارفة ليه إرنست صمم إني أكتب ده، يمكن عاوز يشوف الموضوع من زاويتي ومن وجهة نظري. بصراحة ما بسألش على طرقه في علاج الأمر، أنا مش عاوز أرتاح، عاوز بس أحس إني اتصرفت صح. ياريت السجان كان قتلني أنا، للأسف السجان ما تمسكش لحد دلوقتي. لقوا جثة كارلا مدبوحة في الأوضة إياها، عقدة الذنب تجاه النجاة، هل ممكن أتخلص منها في يوم من الأيام؟ السجان قتل كارلا جسديا، بس قتلني أنا معنويا، وهفضل طول عمري عايشة بعقدة الذنب. تمت بحمد الله.